فوائد ومعلومات. فقر الدم هو وجود عدد أقل من خلايا الدم الحمراء أو أصغر من المعتاد، والجزء الأهم في الكريات الحمراء هو الهيموغلوبين الذي يعمل على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أنحاء الجسم، ولكن عنصر الحديد هو العنصر الأساسي في تركيبها، وبالتالي يحدث مرض فقر الدم أو الأنيميا بسبب نقص الحديد الذي يدخل في تركيب الهيموغلوبين. كما أن الحديد مهم جداً لصحة العضلات، وسنتحدث في حلقة اليوم عن كيفية الوقاية من مرض فقر الدم. تجنب إعطاء حليب البقر للأطفال دون السنة من العمر، لأن حليب البقر لا يوفر الحديد الكافي لدعم التطور الطبيعي للرضيع. أما الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، يجب إعطاؤهم الحبوب المدعمة بالحديد أو الأطعمة الغنية بالحديد الأخرى مرة واحدة أو مرتين في اليوم لضمان الحصول على الحديد الكافي. أما الرضع الذين يرضعون صناعياً، فيجب إعطاؤهم اللبن المدعم بالحديد للسنة الأولى. تقديم الأطعمة الغنية بالحديد للأطفال بعد السنة الأولى لتشجيع كمية الحديد المناسبة وعادات الأكل الصحية. فمن الممكن تقديم منتجات الحبوب والخضار الخضراء والفاصوليا بجميع أنواعها، هي أيضاً مصدر جيد من الحديد. زيادة استهلاك الطفل من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، فهو يساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أكثر كفاءة، وخصوصاً عند تواجد عنصر الحديد مع فيتامين سي في نفس الوجبة. تناول اللحوم الحمراء، حيث تعتبر من أفضل وأغنى الأطعمة بعنصر الحديد، وهو الذي يكسبها الصبغة الحمراء التي تتواجد فيها. لذلك يجب أن نختار اللحوم بعناية ونبتعد تماماً عن القطع التي تحتوي على الدهون. عادة الخيار الأفضل في هذه الحالة هو اللحم البقري. لا تسمحي للطفل بتناول القهوة والشاي لأنها تحتوي على مركب التانين الذي قد يعوق امتصاص الحديد، ومن الممكن أن يصيب طفلك بعسر الهضم لو تناوله بعض الطعام مباشرة. الاعتماد على الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الحديد مثل الفلفل الأصفر، البروكلي، السبانخ، الطماطم، والخرشوف. أما الفواكه فأغلبها يحتوي على الحديد، لكن أكثرها يعتبر الخوخ والزبيب والتين. استغلي هذه الأطعمة وادخليها في وجبات الطفل الغذائية. لابد أيضاً من زيارة الطبيب بانتظام والقيام بعمل كافة التحاليل اللازمة بصفة دورية للإطمئنان على صحة الطفل ومعرفة ما إذا كان يعاني من أي مشكلة صحية سواء فقر الدم أو غيرها. لذا لابد من الاهتمام بتغذية الطفل جيداً والحرص على تناول المواد والأطعمة المفيدة للصحة لنحرص على بقائه سليماً معافى إن شاء الله. اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات.